التركيز واضح من الجانبين في عمليات الإحماء، واضح أهمية المباراة عند الفريقين. بعد قليل سنكون معكم من ملعب الملك فهد، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. سيداتي نساتي سادتي، أجمل تحية لكم من ملعب الملك فهد حيث تقام مباراة اليوم في ظل الأجواء الجميلة والطقس المثالي. معكم المعلق فارس عواض. مشاهدين الأعزاء، الكل هنا في انتظار انطلاقة هذه المباراة ضمن بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيكون فريق النصر السعودي في مواجهة نادي الاتحاد السعودي. على امل بان نشاهد مباراة كبيرة بين الفريقين، ثلاث نقاط مهمة، البداية السريعة، الدخول القوي لاجواء المباراة راح يكون له عامل حاسم في هذا اللقاء. مباراة اليوم تقام على ملعب الملك فهد هنا في الدرة. هنا لعبت اول ثلاث نسخ من بطولة القارات، ولعبت العديد من المباريات الهامة والحاسمة. هنا يلعب الهلال والنصر والشباب مباريات تشهد إثارة وحضور جماهيري كبير. يذكر بأن أول من سجل على أرضية هذا الملعب كان هدفا من نصيب الأسطورة ماجد عبد. كرة خطيرة، الهدف تقدم، يا الله، هدف مبكر لسه في الدقائق الأولى. انظر إلى الشباك، أي بداية، أي إثارة، أي كرة تحرك أرضية الملعب الآن. شوف إعادة الهدف، شوف البينية الجميلة للعبة، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. غونزالو مارتينيز. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة، فرصة لوضع الكرة في الشباك. كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. غونزالو مارتينيز الغامدي، كرة بتضيع. فهد المولد ينطلق بالكرة الخطيرة. يا رب، أي لعبة وأي كرة، أي لقطة وأي لمسة، الكرة في المرمى، هدف ولا أروع الآن. نشوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. سعادة كبيرة على وجه المدرب اللي يشاهد الآن اللاعبين يسيطرون على مجريات المباراة بالطول والعرض. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كريم الأحمدي، فقدوا الكرة. النصر يهاجم الآن، يخسرون الكرة. اعتراض وتشتيت الكرة، كم ممكن تشكل خطورة. عبد الفتاح السيري. علي كيف راح يتصرف فيها؟ تسديده بتعدي من فوق حارس المرمى. كمارة، حلوة البينية العالية، انطلق بشكل مبكر، وقع في التسلل. كرة كانت من الممكن أن تشكل خطورة.
عبد الفتاح السيري. هجوم للنصر، استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. أحمد حجازي، كريم الأحمدي، كمارة، فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات، تسرع فيها وبالتالي ضاعت فرصة الهجوم المرتد. الكرة أصبحت مع الخصم الآن. أوهو حلوة خطرة، الكرة تخرج إلى ركلة ركنية. بعد طول انتظار فرصة تأتي، الجماهير تتفاعل، تبحث رأسية راحت بعيد، حاول يلعبها تحت الضغط لكن واضح تأثير المدافعين. شوف اللقطة، افتقدت للتركيز. أحمد حجازي، كرة بينية فيها خطورة الآن، بيخسر الكرة. فرصة متاحة، فرصة أمام المرمى، ممتاز التصدي، تألق كبير من حارس المرمى. النصر مشاهدينا يتفوق في الاستحواذ على الكرة في هذا اللقاء، لكن هذا الاستحواذ ليس كل شيء بالتأكيد، وليس هو الهدف في حد ذاته في كرة القدم. ما يحدث الآن هو مجرد استحواذ سلبي، يجب بأن يكون الاستحواذ طريقة لأن تخلق فرص ومحاولات على المرمى، لكن بهذا الشكل لن يتمكن الفريق من العودة. بينية ملعوبة بشكل ممتاز، الله على النظرة، تألق في بعض الكرة، ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. يستخلص فرصة لإرسال الكرة في الشباك، الله على التصدي وإبعاد الكرة. الشوط الأول ينتهي 2-0، إذن انتصار في الشوط الأول يسعد الجماهير، يجعل اللاعبين يدخلون الشوط الثاني بمعنويات كبيرة من أجل الحفاظ على التقدم. الاتحاد أنهى الشوط الأول متقدماً في النتيجة، وعليه أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني. وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة. عبد الرحمن العبيد، مساحة موجودة على الأطراف، عرضية في منتصف الـ18، كرة عرضية سهلة تصل إلى حارس المرمى، والآن فرصة لكرة مرتدة. المساحة أمامه في هذه اللحظات، يجب استغلال الفرصة، ممتاز الحرص في التصدي لهذه الكرة، استخلاص الكرة في مناطق الخصم، كرة لا تمر في ظل تمركز أحمد حجازي الجيد. غاري رودريغيز، مخالفة ستنفذ الآن من مكان قريب جدا وخطير. الكرة في مكان خطير، حارس المرمى يحتاج إلى ضبط الحائط البشري حقيقة. حارس المرمى يبعدها عن مرماه، فرصة كبيرة لزيارة المرمى لكن في النهاية لم تستغل، لم يتصرف فيها بشكل مطلوب، ضاعت الكرة والحسرة على فريقه. مدير الفني للفريق الضيف أعتقد حسم أمره، حسم قراره، راح يجي للتغيير في هذه اللحظات. فهد المولد عند الفرصة، جونز يتصدى لكن لسه فيها خطورة. كيف ضاعت هذه، كيف راحت، كانت تحتاج شوية تركيز، كان ممكن يسجل هدف في اللقطة الماضية. رمي التماس للاتحاد، شايف البدلاء وعمليات الإحماء، المدرب بدأ يفكر في تغيير ودخول لاعب. فرصة الآن، الكرة الآن مع الفريق الخصم، ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة.
بمروة قدم الكرة، قرأها بشكل وتصويبة خطيرة، مستحيل الكرة، كرة في المرمى، هدف في منتهى الروعة. دخل منذ قليل، لم ينتظر كثيرا، لم يكن بحاجة إلى الوقت، وضع الكرة في الشباك. أي تبديل، أي عصا سحرية يملكها هذا المدرب؟ رائع كان هذا اللاعب في تلك اللقطة. نشوف الإعادة ونشوف العمل الكبير من الفريق في هذا الهدف، ضغط منظم ومتواصل واستغلال الفرصة بعد استعادة الكرة والتسجيل مباشرة في هدف يجب أن يدرس. ضاعت الكرة، مدرب الفريق المستضيف يبحث عن حلول جديدة من دكة البدلاء. تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة، بينية تمر من الدفاع، في النهاية بتروح للخصم. عبد العزيز الجبرين، البحث عن هجمة مرتدة، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح، تذهب إلى رمية التماس. لا نشاهد اللاعبين وعمليات الإحماء على الخط، ممكن يكون تبديل في الدقائق القادمة. ممتاز المرور، بيعدي، بيتخلص من الرقابة، ضربة حرة للاتحاد. كرة على الطرف تحتاج لتركيز عالي حتى يرسلها بشكل سليم لتشكل خطورة على المرمى. الاتحاد قرب أكثر وأكثر، والجماهير ولعوها، الاتي ولع نار حريقة. يا سلام على هذا الجمهور، صاحب القرار، جمهور هو الراعي الرسمي للاتحاد. الله يأتي فرصة للتسجيل، مستحيل، الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على إبداع، على نهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. نشوف إعادة الهدف ونشوف كيف مررها، حلوة كانت الزميلة، ومن ثم نهاية الكرة في الزاوية القريبة من حارس المرمى، كان ممكن أن يتصدى لها. برأيي بأن المباراة حسمت، لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. نلعب لام في الدقائق الأربع الأخيرة. عبد الفتاح السيري، تمريرة ممتازة إلى الطرف، يتقدم باتجاه المرمى، حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. جميل الكرة البينية، الله على النطرة، فرصة هدف في هذه اللحظات. يا لحيم، يا الله، الكرة في المرمى، هدف يحرك الشباك. لا الآن في الإعادة نلاحظ كيف ساهمت التمريرة بالهدف بشكل كبير، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. والآن تأتي صفرة النهاية وينجح الزوار في تحقيق الانتصار.